بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة، كنز من أعظم كنوز السنة على الإطلاق. هذا الدرس درس قيم جدا لكل شاب أو فتاة، كل شاب مقدم على الزواج أو فتاة مقدمة على الزواج، لكل زوجين أو لكل امرأة حامل أو لكل زوج أو زوجة لم ينجبا وعندهم النية للإنجاب. فيا ريت من يسمع هذا الدرس يرسله للمتزوجين او لمن لم يقدمون على الزواج او للمرأة الحامل خاصة. روى ابن عساكر بسند صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطعموا حبالكم اللبان. اللبان اللي هو نبات اسمه بيستخرج من نبات الكندر. الكندر مادة صمغية بتستخرج من شجرة الكندر أو هو نبات الكندر. لو رحت عند العطار وسألت عليه: أطعموا حبالكم اللبان، فإن يكن ما في بطن المرأة غلاما خرج عالما غازيا ذكي القلب شجاعا سخيا، وإن يكن ما في بطنها جارية وإن يكن ما في بطنها جارية حسن خلقها وعظم عجيزتها. يعني عجيزتها اللي هي مؤخرة المرأة، يعني المؤخرة بتاعتها تبقى كبيرة، بمعنى أصح تكون ممتلئة القوام موشوقة القوام جميلة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: حسن خلقها وعظم عجيزتها وحظيت عند زوجها، يعني كانت محبوبة عند الزوج. حسن خلقها ده معناها إنها تبقى من أهل الجنة، حد يطول إنه يرزق فتاة أو بنت حسنة الخلق، قد يطول ان هو يرزق صبي او رجل يصبح عالما غازيا في سبيل الله مجاهدا قويا سخيا يعني كريما ذكي القلب شجاعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا اوصي كل امراه حامل كل يوم كل اللبان او كل الكندر نبات الكندر ده كل يوم، ان يعني ايه اشرف من انك تكوني امه لعالم او تكوني امه لانسان. طب ايه اللي بقى بيقوي الحديث دي او بيقوي الحديث ده؟ اولا ابن عساكر صحح السنه بتاعه. هقول لحضراتكم شواهد كثيره من السنه تقوي هذا الحديث. اولا هو الحديث روي نفس هذا الحديث من طريق اخر مختلف من حديث الفضل ابن العباس ابن عتبه ابن ابي لهب. ده غير الفضل ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابن ده حفيد ابي لهب، ابوه يبقى عتبه ابن ابي لهب، كانوا يسموه الفضل بن العباس اللهبي. وكان كان شاعرا فصيحا، حتى سيدنا علي بن ابي طالب قال له قال لا قال 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 له فيما وحارب مع سيدنا علي بن ابي طالب في موقعة صفين، وسيدنا علي بن ابي طالب قال له: انت افصح قريش او اشعر قريش، يعني اكثر الناس اجاده للشعر في 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 قريش. معروف ان قريش طبعا افضل العرب في الفصاحه في اللغه العربيه. فالفضل بن العباس بن عتبه بيقول: اطعموا حبالكم اللبان فان يكن ما في بطنها غلاما يكن ذكي القلب، وان يكن انثى يحسن خلقها وتعظم عجيزتها. ذكي القلب، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: القلوب اوعيه بعضها اوعى من بعض، يعني رب سامع أوعى من مبلغ، رب حامل فقه يحمل فقها إلى من هو أفقه منه. ف دايما كان العرب بيقولوا على القلب على العقل قلب عقل، يعني على العقل قلب، يعني كان عقل الإنسان في قلبه مش في عقله. لأن كم من الناس كفار معاهم دكتوراهات ومعاهم بتاع ويعبدون الأصنام ويعبدون الملحدين فالعقل هو المايسترو، العقل هو القلب هو المسؤول، العقل هو اللي بيحرك القلب هو اللي بيحرك العقل بيحرك كل الجسم. فلو القلب صالح، فعشان كده دايما ربنا يقول في القرآن، والقرآن يفسر السنة والسنة تفسر القرآن: لهم قلوب لا يفقهون بها، مالش دعوة معقول قلوب. فالإنسان يطلع ذكي القلب، قلبه عنده قدرة عالية على الحفظ يطلع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده يطلع عالم. فشيء عظيم جدا. فمش معقول إنسان عاقل يسمع هذا الفضل العظيم ويضيع هذه الفرصه. فاوعى تكون زوجتك حامل
ما تاكلهاش بقى هذا النبات العظيم اللي هو الكندر او الاول او اللي هو اللبان. طب ايه تاني يؤكد صحه هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب: يا علي، ثلاث يزيدنا فيه العقل والحفظ، اللبان والسواك وقراءة القرآن. السواك ده بيستخدم الحامل مش هتستخدمه وهي، لكن ده ما فيش مانع ابدا الحامل هي كمان تتسوك، لان السواك فيه ماده بتنزل في الفم وبتبلع، فالمراه الحامل لو تقدر انها تتسوك كل يوم تتسوك، لانه ده عرضه هياثر على المولود، بس اللبان اهم. السواك بقى حلو ممتاز للناس الكبار، لذلك انا اتسوق في كل صلاه، قلت حضراتكم قبل ذلك في اكثر من درس ان السواك يضاعف ثواب الصلاه 70 ضعفا، وفي روايه من 70 ل 400 ضعف، وجاء في احد الروايات ان يمر صاحب السواك اللي هو بيواظب عليه على طول كالبرق على الصراط. فالسواك فيه فوائد عظيمه، وبيقي من السرطان، بيقي يعني بيقي من السرطان، وبيشد اللثه، وبيزيل البلغم من الصدر، اللي هو فوائد لا تحصى، ويضاعف الحسنات 70 ضعف. الكلام ده كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فاذا هنا الرسول بيقول لسيدنا علي قال له اللبان مع السواك، وده يأكد صحة الحديث اللي قلناه اللي فاتت في تقوية الحفظ. طبعا المرأة الحاملة لما هتاخده كل يوم هيبقى في دمها، الدم هيروح للجنين، يطلع الجنين ذكي، يعني شديد الذكاء، شديد قوي الحفظ. والرسول في الحديث ده قال عالما غازيا، يعني مجاهدا في سبيل الله، شجاعا سخيا. عايز ايه اكتر من كده؟ شك رجل الى سيدنا علي بن ابي طالب كثره النسيان، فقال له ايه؟ قال الله عليك باللبان فانه يشجع القلب، ما قالش العقل، قال له قلب، ويذهب بالنسيان. حديث تاني من طريق اخر: شكى رجل الى انس بن مالك النسيان فقال الله عليك بالكندر، اللي احنا قلنا عليه دلوقتي الكندر، انقعه من الليل فاذا اصبحت فخذ منه شربه على الريق انه جيد للنسيان. وروي عن عبد الله بن عباس قال انه قال جيد للبول وللنسيان. فشيء عظيم جدا. فيا ريت كل امراه حامل ما تضيعش هذه الفرصه العظيمه، فرصه عظيمه جدا. نبات الكندر او نبات او اللبان تمضغه كل يوم، ما تخليش يوم يعدي او ما تعرف انك حامل لغايه الولاده، مع استحضار نيه ان ارزق بابن ابن غازي شديد الذكاء، عالم سخيا كريما، والبنت تبقى مطيعه حسنه الخلق، حظ تحظى عند زوجها تبقى محبوبه للزوج. في ايه اكتر من كده؟ شيء حسنه الخلق هتبقى من اهل الجنه. فانا هكتب لكم الكلام ده بالتفصيل في الوصف، سخون شروق. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.